بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ديوكت حكمة الشيخ شرائي رحمة الله عليه، أنا سيما إن الله إذا أحب عبدا رزقه بلين القلب، فويل للقاسية قلوبهم. الشيخ شرائي الله يرحمه، أنا سيما إن الله إذا أحب عبدا رزقه بلين القلب، فويل للقاسية قلوبهم. لما نعمل النهاية، إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أحبهم بين لمجا رزقه هم رزوقه أكمب بلين القلب مو يلقوا ديني لين القلب أحبهم بين لمجا واكي أنمب مو يليني نمو يليني نولي مويو ولوكم ليني مبسي وني رحمة وني كم وقوبة من زمقون بوتاجوا نيو زغط ويمة القلوب الصالحة زيكو كريمنا من زمق سبحانه وتعالى زينا موقوبة نكوني نكيا نكو تكليزة مامري شوتي إنو بسكي القرآن بس إن المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وليومين خاصة ونبو تاجم يزمكو نيوزين اشتوكا تخشى إذا سمعت القرآن زين خشوج ومسكي القرآن هزن نيو ليني عم بذا أكي رزوكي ومجا بس يا مش أفوزو نكيلا كسكي القرآن هداية نزيدي إن التقوى هزن ديزو القلوب المرحومة زين يكون رحمي وانا من زمك سبحانه وتعالى عم بقى من زمك وامزي حريميشا نا ميلياو نيوهيزو ميلياو امي حريميشا وانا موتو هوتوبوسا كبسا نا نيوهيزو نديزو زين يكون فنقولي وميلانكو بيبوني ونعمة دار المتقين. نمو نسيم مهم سانا كتك ميلي وبنادام نسيم مهم سانا، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم كما لو قلت لك عليه سيمتوم السلام من زمك اعتزامي سورة زينو ولا مليين ولا سورة زينو، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. أنا اعتزام نيو زينو أنا اعتزام عمل زينو. رواه مسلم حديثي نبيا إن بقوة كتك حديثي نجيني بيا كتك جسد كتك ميد من كيبانديش نعمة مضغة إذا صلحت يكي تنجنيها هي صالحة الجسد كله مجلوات تنجنيها، وإذا فسدت فسدت الجسد كله نايكي في سيديك ناكو عربيك مجلوات ناربيك ألا وهي القلب هوندو مويو أمباو وكي تنجنيها وتنجنيها كواكي مويو تشاكولا تشاكي غضاء الروح تشاكولا تشاروح ناكو سكيا منينا من زمونجو منينا القرآني نسخوزات مكومي صلى الله عليه وسلم الكواكي هون بدوا أقسم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أيوة من يكو كو حركيش أنا كو فانيا نيو يزوات وبندابو ولكيز نيو يزيدو كتك طاعيكو. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيوة من يكو بلش نيو وثبتيش ميوانكو كتك دينيكو. طيب من يزمك سبحانه وتعالى كتك آية كذا متاجة من لقاني مويو ديو نيكو أثيريك ونبسكي منينو من يزمك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هوني وكمبوشو كو يولي من يمويو مويو وكسكي منينو وكاريجيا وكطي لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد كتك سورة قافي آية 37 أو كما لو قلت كحديث كتك آية نجيني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم من زمك ومجرم شمانين وتك كتب جاكي موي ونشتوك ونسسمك ميدي نجوزي زاوز نسسمك الذين يخشون ربهم ولو نكو وقوب من زمك ثم كشا تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ikisha unalainika ngozi zao na nyoyo zao
كوكم تاليوم يزمون ذلك هدى الله هي عنده هداية الله يهدي به من يشاء هم هيدي كهايو هم بداية نا هايا مويو كلينيكا ونبوتاجا unapokumbuka sana mauti na kwamba utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu ndio kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema akthiru akthiru dhikra hadim ladhat, kithirisheni katika kutaja wenye kuharibu haribu matamanio yote na ni mauti, kwa sababu idha tala al-amad, muda ukipita mrefu kama katika surati Hadid, wa tala alaihim al-amad faqasat qulubuhum, akaona muda mrefu wataishi, kwa hivyo nyoyo zao zikawa ngumu. Kwa hivyo katika maneno ya Sharawi anasema, inna Allah idha habba abdan razaqahu bilini alqalb, akimpenda mja humpa moyo mlaini. Fa akaendelea kusema fa wailun, basi ole wao, lilqasiyati qulubuhum, wale ambao nyoyo zao kasi ngumu. Na hii imekuja katika aya afaman sharaha Allah sadrahu lilislam fahuwa ala nuri min rabbi, yule Mwenyezi Mungu alimfunulia kifua chake akapenda Uislamu akaufuata, basi huyo fahuwa ala nuri min rabbi, yuko katika nuru kutoka kwa Mola wake. Fawailun lilqasiyati qulubuhum, ole wao wale nyoyo zao zilizokuwa ngumu, min dhikrillah, hata wanakuwa hataki kumtaja Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, hao wako katika upotofu uliokuwa wazi kabisa, hawa wasiki Qur'ani wala hawashtuki wala hawashughuliki, wao katika kupinga tu, nyoyo zao zishakuwa ngumu, hakisikii chochote. Kwa hivyo nyoyo hizi ziko kasiyat qulubun, qulubun kasiya, ni nyoyo ngumu, nyoyo zenye kufanya maasi, nyoyo zisizopenda hidaya, hawa wako katika hatari kubwa. Mwenyezi Mungu atuepushe na nyoyo hizo inshallah.